أنه مطلوب حاليا المزيد من اليقظة والتعبئة، لذلك هنا دور الإعلام بالدرجة الأولى بحكم أنه هو جزء من آلية الترافع عن قضية الصحراء، إلى جانب الترافع المنبري والترافع الأكاديمي والترافع الفني وغيره. ومطلوب كذلك أن نكون على استعداد أمام التطورات التي سوف تعرفها قضية الصحراء المغربية على المستوى الميداني، والتي قد تشهد تطورات من الجانب العسكري، خاصة أن النظام العسكري الجزائري يسعى بكل الوسائل إلى فتح صراع مسلح مع المغرب. والنظام العسكري الجزائري يتصور في ذهنه من أجل أنه ممكن أن يدخل في إطار مناوشات عسكرية على طريقة الهند وباكستان أو غيرها، ولكن هو مخطئ في بهذا الشكل، ورهانته على هذا الجانب خاطئة. المغرب مقبل على استرجاع المنطقة العازلة بشكل نهائي، المغرب مقبل على تنزيل المبادرة الأطلسية وبناء يعني الطرق وبنية تحتية مع دول الساحل، وهذا يتطلب بشكل كبير جدا إنهاء ملف المنطقة العازلة بشكل نهائي. وهذه المرحلة تستدعي منا يعني التعبئة واليقظة حتى نكون في مستوى هذه التحديات القادمة. في هذا السياق بالضبط يدفعنا بشكل كبير إلى اعتماد الخطاب صاحب الجلالة الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والذي يتضمن حقيقة خارطة طريق جديدة فيما يتعلق قضية الصحراء المغربية، حيث تحدث عن كون جلالته منذ اعتلائه للعرش قد غير من طريقة التعاطي مع قضية الصحراء، حيث أنه أصبح المقاربة قضية الصحراء تنتقل من رد الفعل إلى الفعل، وإلى القيام بخطوات استباقية. وهذه الاستراتيجية هي التي كانت السبب في تحقيق العديد من الانتصارات على المستوى الدبلوماسي. وفي من خلال هذا الخطاب نلاحظ أنه طلب من البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني أن يعزز من عمله ومن مهمته الدبلوماسية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، والتوجه إلى تلك الدول التي لا زالت تجهل العديد من المعطيات سواء السياسية والتاريخية أو الروحية المتعلقة بالصحراء المغربية. وهنا أكد على أمر أساسي يهمنا بالأساس، أنه دعا البرلمان بغرفته إلى اعتماد آلية جديدة، وإلى الاعتماد على الكفاءات وطنية يستند اختيار تستند يعني عملية اختيارها على معايير الكفاءة، حتى تستطيع أن تمثل المغرب في المحافل الجهوية أو المحافل الدولية أحسن تمثيل. وطبعاً هذه الكفاءات لابد لها أن تكون على قدر كبير من التمكن من جميع الجوانب المتعلقة بملف الصحراء المغربية، سواء كان الأمر يتعلق بالتاريخ أو مسار الذي عرفه الملف على المستوى القانون الدولي إلى غير ذلك.